دي ممكن تاخد كل حاجه في لحظه. انت عاجبك اللي بنتك امل بتعمله ده؟ هو انا كده مثلك يا شيماء؟ هم اخواتك اه، بس انا اخوكي شيء. دول مش بس اخواتي، دول عيالي. بابا لو الموضوع ده هيتم يبقى نصيبنا في كل حاجه يتكتب لنا من دلوقتي. انت ما انتش مضطره تصرفي على اخواتك، وقلت لك الكلام ده 100 مره، هم مش صغيرين. اتجوزي يا سر عشان تكيديني؟ هو انت مالك قلقان ليه كده؟ حد ما استحملش واحده زي امل دي نبعدها عن ابوك ازاي؟ هتلاقي فين اللي مع الحاج؟ ومين قال لك ان انا عايزه اللي مع الحاج؟ المخزن اتسرق. ما بيقولوا بقى لما هو رفض يتجوزها سرقت. ابوك لما يفوق لازم يبقى هو نفسه متاكد ان امل هي اللي استحملت. اللي جاءت ربطاني بالبيت ده ومحتاجاني الله يرحمها. الا انا حكايه امل حياتي من السبت الى الاربعاء 8 مساء على قناه مصر الاولى.